النقب حلو بناسة. البدو عندهم الكرم والجود واحترام الضيف. النقب صحراوي بس حلو بس بالجفاف اللي هو موجود فيه. النقب هو جزء جزء من دولة فلسطين. ما في حدود تربطنا بين الشمال والجنوب. احنا واحد بكمل الثاني. البنات الكويسات اللي معك شطريت البنات أزهار وشيرات كبار هم والولاد شطرين ما بسوي مشاكل بيقرأ وعد ولا بس بيقرأ مقرأ حلو بينزعوها يمكن شطرين إن شاء الله هم شطرين إن شاء الله تمشي بطريقكم بالسلامة إن شاء الله ترجعوا بالسلامة دير بالك وحالكم أول يوم جبت السيارة فيها ما عرفت أنام. أول يوم الناس كل الناس بيمرقوا من عند الدار وأنا صف السيارة ما هم عارفين إيش يعني مكتب متنقلة. لما بدينا نلف على الأولاد ونشوف الأولاد يشوفوا المكتبة المتنقلة ونمشي عليهم يعني شعور ما بيتوصف. المكتبة بتساعد كثير يعني هذا الحلم تبعي شوي شوي يعني أنا ودي الحلم هذا يكون يبدأ وما ينتهي. أنا بتخيل في أولاد من اللي كانوا يأخذوا قصص من كتاب الجوال صار منهم دكاتري صار منهم متعلمين يعني تعلموا أشياء كثير من الجوال زمان في المدرسة ما كان فيه لا مكتبة ولا كان فيه أي شيء يعني كل يوم بس نجي لو تكون درجة الحرارة 40 بنلقى الأولاد موجودين بيستنوا فينا للمكتب مشروع المكتبة المتنقلة بدأ في 2001 بدأ كان مع أبوي ومع متبرع واحدة أمريكانية من برا البلاد حكينا لها كان عندنا سيارة صغيرة بناخذ فيها الكتب عوجان شافت المشروع قديش هو مهم للأولاد وهذا بدت معنا شوي شوي مشينا اخترنا السيارة تبعت الجوال مشينا على حيفا زبطنا الخارطة تبعت الجوال أول ما بدينا كيف الكتب كيف نمشي على المدرسة وكيف نجي بدينا نشتغل من 2001 لحد اليوم يعني في شغلة الجوال أكثر من أي شغلة بشتغلها يعني أنا وأنا ماشي في الشارع ما بندوني باسمي بقول هاي صاحب الجوال هاي يوسف المكتبة هاي ما في لي اسم يعني ما بندو على اسمي الأولاد طول الوقت وإحنا معهم في الجوال أنا بعرف مشاكلهم بيجوا بيحكوا لي مشاكلهم يعني بنساعدهم مش بس في قراية القصص أولاد تعالوا من ودي قصة أبو بعد من صف خيرك انا قلت صف اولي قلت لك بس انت قصص اصغر يلا انت انسان وانساني انا فلماذا نحن خصمان هنا موطن الانسان لا لون له فاجعل الانسان مثلي موطنا واذا نحن على هامتنا احنا البرنامج تبعنا بيبدا من يوم الجمعه اول عندنا في قرى غير معترف بها عوجان عندنا يمكن 7 محطات في عندنا ابو خبيز ابو مرحال ابو الحجوج الاسد ابو فضه ويوم السبت عندنا ابو كف والاعسم الاولاد القرى اللي بنمشي عليها الغير معترف فيها ما عندهم لا كهرب ولا تلفزيون ولا حاسوب ولا اي شيء الجوال صار دخشنا فتنا عليهم احنا بدينا نتعامل معهم إن من خلال الكتاب تقدر تتعلم تكون أي شيء هاي وراء أنا اللي بنادي عري بس الشاطر تقوله قوم خذ القصة شاطرين بس الشاطر قصة من هذي اطلعوا كل واحد معاه قصة يطلع شراز يلا عشان ياخذ قصة جديدة يلا بس اللي شاطر وسنين مهنة بينات بطعي قصة أسبوع الجاي إيش بدك تجيب الكوب طيب. الكتاب الجوال هدفه ان نوصل الكتاب للطفل اذا انت بتقرا وبتكتب انت بتوصل صوتك للعالم الخارجي وشوي شوي تطورنا لمكتبه متنقله اللي تشتغل في قريه عوجان قريه غير معترف فيها واحنا للاسف اليوم بنحكي على 45 قريه بدويه غير معترف فيهن وهنا موجودات قبل قيام دوله اسرائيل لاول مره انا طلعت في الكتاب الجوال شفت كتش الاولاد بيركضوا من بعيد بس شافوا السياره
هذا أطعاني أول إشي إحساس شعور بالسعادة، لأني حسيت إن الكتاب الجوال هو بيطعي الأولاد دعم المعنوي والترفيهي والاستمراري للحياة. شايفين إيش بيقولوا عن كشكش؟ بيقولوا كشكش كشكش ولد قوي وشاطر، واحد بيلبس خيشة من حاله وبيمشي على الروضة دايماً ما بغيب خلاص. إيش بياكل الصبح كشكش؟ بياكل خبزة، بياكل بيضة وجبنة. في عندي طلاب من صف رابع لصف ثامن قرأ كل القصص في الجوال كلها، يعني ما ظل ولا كتاب في الجوال إلا قرأ، يعني أغلبهم كانوا أولاد يعني، وبيبين عليهم على العلامات تبعتهم في المدرسة على النتائج تبعت البقروت، كل هذا ببين عليهم. الولد اللي بيقرأ بياخذ قصص من الجوال، كيف بيقدر يعبر عن حاله، كيف بيقدر يكتب في العربي موضوع إنشاء أو يكتب أو يحكي مع أي واحد، عندي بيكون منظرة، بيكون عندي كلمات يقدر يعبر فيها عن الشعور تبعه. الجوال بغير كثير، بيقدر الواحد يتفتح من ناحية الجوال، يقرأ قصص، يشوف العالم اللي حواليه ويتعلم، بوابة للعالم للكل. أنا والله بنبسط في الجوال كثير، يعني قديش أنا بشتغل بنبسط في الجوال، إن شاء الله بنظل نشتغل فيه قد ما يكون. شوي صارت الجوال يتطور، أول ما بدينا كان بيجينا يمكن 5-6 أولاد، اليوم بيجينا يمكن عندنا 700 ولد مشتركين، في أولاد إن بيستنونا إذا أنا مثلا بتكون الدنيا شتي أو إشي، بيستنونا من السبت للسبت يعني على نار. من دي أقرأ لنا قصة يا أولاد؟ من دي أقرأ قصة؟ تعال أرجع شوي ورا، تعال أقرأ لنا قصة يلا شطور. إحنا هدفنا إن نطور الناس. نعرفهم ايش معنى كتاب، ايش معنى الواحد لما يجي يقرا، ايش قديش بيصير عنده ثقافه انه يتعلم ويدرس ويكون ويقدر يعيش في الحياه. أنا بتذكر وأنا كنت صغيرة في ابتدائي ولحد جيل في إعدادي كنت كثير بستفيد من المكتبة الجوال. كانت المكتبة الجوال تسوي محطة عندنا يعني في الحارة أو جنب الجمعية، وكنا نجي ناخذ نستعير قصص نحكي عن القصة مع المرشدة، ثاني بعد بأسبوع نرجع القصة ودواليك لحد ما كثير. يعني أنا بتذكر في ابتدائي كثير قصص مرن علي. شايفين القصة هذه؟ كان في واحد اسمه غسان كنفاني. غسان كنفاني كان عايش زمان 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 في فلسطين هنيانتي، بس بعدين طلع من فلسطين لما كان في هنيانتي أيام 48 وكان في حرب، لما اليهود جوا هنيانتي سووا كل الحرب أيام النكبة، أبوه أخذه وعيلته وطلعوا من هنيانتي ومشوا على لبنان. الحين بس كبر صار يكتب قصص، والقصة هذه كتبها لبنت بنت أخته اسمها لميس، وأعطاها هذا القصة هدية. وتكون أقرأ إيش في القصة من جوا؟ تعالي نشوف إيش أعطى بنت أخته هدية. صحة المدينة ذات صباح على خبر أليم محزن، كانوا نايمين وصحيوا بدري وسمعوا حاجة بتحزن. القصة بتفتح أفاق، بتفتح بتخلي الطفل يجرب كثير أشياء هو ما جربها، بتخلي الواحد إنه يفكر بمنطق أعلى بأشياء أكبر مني يمكن في الجيل. لما طفل يجي يسألك سؤال وأنت تجاوبه ويظل متذكر هذا القصة، يظل متذكر إن حد واحد صفر روضة يقول لك الشمس بتلف حول الأرض ولا الأرض بتلف حول الشمس، وتفتح قصة وتفهم هذا الشيء
بيظل الطفل هذا متذكر لحد ما يكبر هذا الأمر، ويمكن هو يتخصص في هذا المجال. يعني هذا الفعالية تبعتهم في كل اليوم، هذا هم كل الأسبوع بيستنوا هذا الشيء. في القرى الغير معترف فيها ما في مؤسساتكم من اللي تمسك الطفل تفعل الطفل، ما في بالأحرى ما في شيء، ما في إلا الشجرة والجبل والسماء، ما في شيء. احنا خصوصا في المكتب الجوال بنركز على الأدباء والعرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، بنحاول نعطي الطفل التاريخ تبعه، بنحاول نحكي له عن السنوات اللي قبل 48، كيف ان احنا تهجرنا، عن عكا وعن حيفا وعن القدس وايش بيصير الحين، عشان يكون واعي. يعني انا بحس الجوال اول ما بدا يعني زي ما يكون ظلمه او شيء، والجوال جاء مثلا على الناس زي نور. ان شاء الله الجوال ان نجيب اكثر من سياره وتغطي كل المجتمع البدوي، يعني يكون البدوي هو قاعد وين ما يكون، قاعد عند قاعد مع الغنم، قاعد وين ما يكون، يكون في ايده الكتاب ويكون بيقرا. انا مستعد نوصل كل منطقه يكون فيها الكتاب معروف، والولد كان ولد وان كان ختيار وان كان شاب يكون مسك الكتاب وبيقرا فيه. هذا الهدف تبعنا في الجوال. من تطوعي في الجمعيه بشكل عام وفي المكتب الجوال راح اكمل اسوي هذا الشيء، لان انا بذكر من وانا صغيره انا في ناس تطوعوا واعطوني غرزوا في قيم معينه، حب الارض وحب الوطن، كل واحد عنده هذا الشيء، بس لازم نفتحهم، لازم نقويهم، لازم نحكي ان انت بتقدر تسوي هذا الشيء، ان انت مسموح لك تحكي انا الأرض تبعتي هذه أنا مش راح أطلع من عليها. Ja sam Anto Krešić, imam 10 godina, živim u mjestu Očevija, idem u osnovnu školu Očevija i jedini sam učenik u toj školi. Ima jedna stara izreka, ko rano rani dvije sreće grabi. Jutro je meni važno jer tada čovjek susreće drugačije nego prije. Nešto novo vidi ili nešto mu se lijepo desi. Pa moj radni dan započinje buđenjem. Kad se probudim, obično ustanem, razdremam se, uradim ličnu higijenu, operem zube, ruke, umijem se. Je spakula knjige? Jesam. Okej. Dok hodam vidim dosta drveća, ima tu i listopadnog i vazda zelenog drveća. A najdraže mi je drveće vazda zelenog. Ovako zastanem nekad putem pa malo da stanem da odmorim i pogledam prema nekoj šumi pa malo udahnem onaj sveži zrak da se mogu odmoriti. Svjež zrak je meni najbitniji za zdravlje, jer biljke proizvode kisik, a mi taj kisik uzimamo.
za disanje. Bez kisika ne bi bilo ni života eto na zemlji. To sam ja učio od učiteljice Almase na mojoj okolini. Gdje god se okrene, tu se vidi drvo. Gdje god vidi... Nema to da se ne okrene, a da se ne vidi drvo. To uvijek mora negdje biti da se vidi neko drvo. Kad je proljeće, ima sada dosta rasta nekog raznovrsnog cvijeća. Pa ja to uberem učiteljici. Eto, toliko sam joj ja nabrao da može komotno napraviti neku haljinu od cvijeća. Koliko sam joj ja toga cvijeća nabrao ove školske godine. Pisat ću njenu adresu. Ona je adresu svoju pisala na ovoj strani gdje se lijepi. Znači, to je poleđena pisa. Tepić. Eto. Sada ćemo mi Antu naučiti praviti i kovjeriti. Ja sam učiteljica u područnoj školi Očevijam. Škola pripada osnovnoj školi Vareš. Područna škola Očevija trenutno broji jednog učenika. Prošle godine smo imali dva učenika, prethodnih godina su bilo po 3, 4, 5, 6 učenika, čak i više. A ovako kad sam sam, velika je dosta, velika razlika. Nemam se s nikim igrati u učionici. Užinova, malo odmorim i opet na posao. Nije ono da malo, za malo se igram, da pričam s nekim, da se družim. Uvijek sam bio onako tužan na velikim odmorima, jer nije nikoga bilo da se igram. Ponekad se igram eto i sa učiteljicom, une ili čovječe ne ljuti se. Samo ponekad, ne često. Pa na tjelesnom eto učim kako da radi neke vježbe, čučnjeve, sklekove, trbušnjake. Trčimo oko sale, hodamo, trčimo na petama, na prstima, hodamo isto na petama i na prstima. Dosta ovako izađem napolje, ponesem neku loptu i onda igram košarki ovako sam. Pa dosta bude promašaja ovako u košarki. Anto je jedan interesantan dječak, živahan, jako je pametan, stvarno voli da radi, voli da uči, da čita, da voli školu, voli da čita, voli lektiru, voli priče, jako voli priče i mislim, analizirati priču s njim je stvarno zadovoljstvo. Samo ovdje troje djece ima. Eto, moj taj druga Laris ide u ovu školu Vareš. Pa se nemam vremena kada se družim s njime. Mama! A što se drugog društva tiče, jedva čekam da krenem u ovu Vareš školu, jer tamo ima dosta više djece nego ovdje. Ovdje samo ja i eto, ako Bog da na sljedeću godinu će doći moja mlađa sestra Antonella. Thank you.
i celu školu će, ja ću kao za isti. Ne znam. To ako bude, to ako, to ako ovaj gradonačelnik odluči da ćeš ići u kazalište, onda ćeš ići, onda će ideš u kazalište. Ali ti si još mala pa nećeš ići još u kazalište. To sljedeće godine možda. Ja kad sam bio dijete, bilo je sve drugčije. 4 godine sam ovdje u školu išao. Bilo je malo ljepše nego sada. Bilo je življe, bilo je dječurlije na svakom koraku. Sada nema nikoga. Ništa su se krale šlame, krale kruške. Živilo se, radilo se ko i sada, samo je prije ljepše je bilo. Više je svijeta bilo. Onaj, pa. Normalno da je bilo i ljepše i bolje. Pa ja želim da usrećim svoju obitelj koliko mogu. Da im činim razna dobra djela, da im pomažem i da budem dobar čovjek. Dobar otac. I da usrećim svoju obitelj koliko ja mogu. Koliko to u mojoj moći da ih usrećim. Pa ja sanjam da postanem eto kuhar. Bilo kakav kuhar, da li je to bilo gdje ili kakav. Da li je to u restoranu ili u nekoj, ili da ovako odlazim do kuće, da pripremam razna jela. Gdje god je samo eto da sam kuhar. Da svojoj majci olakša se posao u pripremljanju jela. Jer ona može započeti, a ja mogu ja dovršiti. Jer kad položim tu, ako bude tu školu za kuhara, on mogu joj pomoći u raznim stvarima. Tu? Da. A imam jedno pitanje. Kako? Zašto ovdje tijela svakdje jaste? Ne znam. Joj, već nešto tamo. Joj, moram zadaš ispisat. Anto, dazi vam! I tamo si stigao na vrijeme da čuješ pismo. Napisao sam za domaću zadaću. Kome? Pa da nije ljubi. Rođaku. Ja. Ajde, ja čujem. Dragi Daniele, kako si? Hvala ti što si došao na moju prvu priču. Nadam se da ti je bilo lijepo. Sretan sam što ćemo se uskoro vidjeti. Pa, rekao bih da... Pa, da sam ja zahvalan na to što nam je ovo dragi Bog sve podario, obitelj i ljubav. Neki dan sam skontao da mi nismo bogati s noćem, nego sa ljubavi. To sam baš nekako skontao u glavi. Zadovoljan sam svojoj obitelji koliko mi imamo. Ne tražim ništa previše. Kažu da budala živi gdje se rodi, a pametan ide gdje mu je bolje. E sad, ja ispado budala, ali neka sam meni ovaj kraj drag, lijep,
Ljudi su mi u njemu lijepi I volim ovo svoje selo u Čeju, kakva je, takva je. Moja je, da ništa drugo. Ovo sam se rodio, odrasao, ostarit ću ako Bog da. To je to.